for diabetes naturally. Or you fed up with treatment and diagnosis? شجر العشر. كلنا هنا في السودان بنعرف شجرة العشر، لكن ما بنعرف الميزة الممكن نستخدمها في العلاج الطبي في الأعشاب. الآن وردني بأنه شجرة العشر ممكن أن تقدم كعلاج لمرض السكري، وطريقة العملية العلاجية تتم بأن تغسل الصفقة وتوضع على الرجل، ومن ثم يرتدي الشخص المصاب على هذه الصفقة الشراب العادي، وبعد لبس الشراب يخلي هذه الصفقة صفقة شجرة العشر تبقى معه من الصباح إلى قبيل النوم، وبعد ذلك يستخرجها، وعندما يستخرجها يعود في اليوم الثاني يفعل نفس الشيء، وتوضع صفقتين، صفقة في الرجل اليسرى وصفقة في اليد في الرجل اليمنى، ويعاود هذه العملية لمدة 7 أيام، ويمشي يفحص أو يذهب إلى الدكتور ليفحص نسبة السكري في الجسم، فسوف يندهش للنتيجة التي يتحصل عليها. كويس، هذه العشبة تعتبر أعجوبة. كويس، كلنا بنراها، وأنا من بدري لاحظت أن شجرة العشر تحتوي على المادة المطاطية، لكن يجب على الإنسان أن يحترس أن لا يأكل هذه العشبة أو لا يجعلها تزبط في عينيه، فإنها تحمل بعض السموم. أيضا ننصح بعدم استعمالها مع المرأة الحامل، فكل يوم نأتيكم بالجديد بطب الأعشاب الذي ابتدى ينافس الطب الصيدلاني منافسة، وبالمناسبة في الدول الأوروبية أو في أمريكا نجد اهتمام فائق بها بالتداوي بالأعشاب، بل إنه هناك لستة مسجل فيها كل أنواع الأعشاب الطبية. ونتمنى لكم الصحة والعافية، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي طبعا الشجرة بيجي بالحمامة. اوكي ثانك يو. لقيت العامل هذا.